وينضم إلينا من كسلا محي الدين جبريل مراسل الغد. محي، تحديد النيابة العامة للمشتبه بهم في أحداث كسلا، كيف هي ردود الأفعال عليها في الشارع السوداني وفي كسلا تحديدا؟ حسين، هذه الخطوة التي أقدمت عليها النيابة في وقت متأخر من مساء أمس تعتبر خطوة متقدمة على الأقل لتهدئة المحتجين الذين صعدوا من مواقفهم الاحتجاجية بعدة أشكال، خاصة هنا في مدينة كسلا كانت على رأس المطالب العشرة هو توقيف المتهمين في الأحداث التي راح ضحيتها 7 مواطنين ونظامي واحد يتبع لقوات نظامية. من ضمن المطالب أيضا خطوة التراجع عن إقالة الوالي السابق صالح عمار وتسريع نيابة للمعلوماتية في ولاية كسلا، ولكن هذه الخطوة كانت تأثيراتها على الأرض مباشرة بأن نعم تم فتح إغلاق الطرق التي قامت بها مجموعات شبابية خلال الفترة الماضية في عدد من الأحياء، كما أن سوق المدينة الكبير عاود أعماله بصورة كبيرة. نعم، شكرا جزيلا لك محي الدين جبريل مراسل الغد، كنت معنا من كسلا.